للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، سجل عبر الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo. لإتمام عملية التسجيل، ستحتاج لفاتورة الكهرباء الخاصة بالعداد الذي ترغب بشموله بالدعم، وبياناتك الشخصية في دفتر العائلة أو أوراقك الثبوتية. اختر ابدأ التسجيل، ثم اختر الفئة المناسبة. بعد ذلك قم بما يلي: املأ بياناتك الشخصية في الحقول المخصصة، ثم اضغط على زر التحقق للتأكد من صحة المعلومات المدخلة. ادخل رقم هاتفك النقال ليصلك رمز التحقق في رسالة نصية، ثم قم بتعبئته في الحقل المخصص. بعد التحقق اضغط على إضافة عداد كهرباء واشتراك لتعبئة رقم العداد ورقم الاشتراك أو رقم المرجع. قم باختيار شركة الكهرباء الخاصة بالعداد الذي ترغب بتسجيله من الخيارات المذكورة أمامك. بعدها قم بتعبئة البيانات المطلوبة. اضغط على زر استعلام للتأكد من صحة بياناتك، ثم انقر على التعهد بأن جميع المعلومات المدخلة صحيحة. سيظهر لك تأكيد بأنه تم شمولك بالدعم. يمكنك الاستعلام عن ملفك لاحقاً من خلال الدخول إلى الشاشة الرئيسة في أي وقت، سواء لتعديل بياناتك أو لحذف عداد الكهرباء المشمول بالدعم. للمزيد من الاستفسارات أو تقديم شكوى، يمكنك الضغط على خيار الشكاوى وتعبئة المعلومات المطلوبة أو الاتصال على 06-5-00-80-80.